بسم الله الرحمن الرحيم. placement, adjustment and servicing of the removable partial denture. هذه المحاضرة تعلمنا شنو المفروض أني أسوي بالday of insertion of metallic RPD. حقيقة هي أني عندي فد بروتوكول عبارة عن 6 أو 7 steps أسويهن أني سواء clinically أو preclinically حتى المحصلة النهائية تكون acceptable processes. هذا او البروتوكول مالتي يشمل اول شيء final inspection processes, verifying the fitness of framework, assessment للacrylic design, assessment للextension مالت denture base, evaluation للocclusion وadjusting relation retentive clasp assembly, واخيرا providing instruction للpatient. نجي نتعرف على كل واحدة من هذه النقاط. أول وحدة final inspection of the processes, هذه العملية أنا أسويها قبل ما يجي البيشنت عندي بالكلينيك. خلاص الشغل استلمته من المعمل أنا أجي أسوي له الانسبكشن, أجي أنا أتفحصه زين. أول شيء أشوف ذا بيها فد نوديولز أو سبكيولز, يعني فد زوائد, فد بروزات, فد حافات خشنة أو فد شعفورة من الأكريليك موجودة بالتشو سيرفس ماتل بروسيسز بالانتاجليو سيرفس نسميه, اللي هي ده تشوفونها بالصورة هذه. تكون هذه وجودها تصير كأنما سكاكين إذا لبسها البيشنت تقوم تعور بي فد مؤلمة جدا, فالبيشنت إذا حس أنه أكو ألم ما راح يلبس البروسيسز وراء, يخاف يتألم من عندها. افضل طريقه حتى اعرف اكتشف بها وجود هذه السبيكيوز هو باصبعي, اجيب الفينجر مالتي بدون الجلوفز طبعا ومرره على كل السيرفيس بايدي واحس بيها. اذا اكو فد يعني فد حسيت انه هاي المنطقه بيها خشونه بيها فد شيء عور, اجيب الاكريليك بير طخه طختين بس مجرد اوخر هذه الخشونه, ما اسويها بعدين يعني سموثنينج للمنطقه, لا مجرد انه بالبير اقص هذه او لو سبيد هاند بيس طبعا لازم اقص هذه الزوائد, بعدين اجي اسوي اكزامينيشن للسيرفيسز اند للبولشت سيرفيس مالته, اشوف المفروض ما بها بوروسيتي. البوروسيتي هي الحفر اللي تصير عندي بالسيرفيس, يعني مو سموث سيرفيس. انا اريد السيرفيس يكون سموث خالي من هذه الحفر, ليش؟ انه هذا يصير عندي signs of accumulation of food, راح يصير discoloration, راح يصير عندي bacterial growth بيها, يصير عندي fat bad odor عند البيشنت. فالمفروض اني السموث سيرفيسز مالتي ما بيها اي porosity, تكون سموث سيرفيس. واذا شفت فد يعني مكانات صايره بوروسيتي فالافضل اسوي اني ريبيزنج او للدنتشر حتى اتخلص من هذه, يعني المفروض اني يكون عندي سموث سيرفيس. زين بعدين اجي اشيك الاسنان مالتي. الاسنان اريدها تكون سموث ما بيها فراكتشر, انتبه عليها ما بيها اي كسر احيانا يصير اثناء البروسيسنج اثناء الفينيشينج مات الدنتشر اثناء ما يلمع التكنيشن بدون ما يدري يطخ لسن يكسره, فشي يسوي يقوم يزق لي اياه. لا اني اتاكد انه الاسنان ما بيها اي كسر, ما بيها اي فراكتشر لا كراك, ما بيها اي فطر بيها زين, كل الاسنان تكون زينه. اشوف اذا بيها لقيت لي فتسن مكسور لا ارجعه اقول ريبليس الفراكتشر توث, هذا ما اسلم ار بي دي للبيشنت وهو الاسنان مالته ما مقتنعه بها اني. بعدين اجي اشوف اسوي اكزامينيشن منطقه اتصال السن بالاكريليك, المفروض هذا الجنكشن يكون سموث جنكشن وبكونتور حلو يمشي لي ويا شكل الانتردنتال بابيلا. اذا كان الكونتور غير صحيح راح تصير منطقه فود اكوميوليشن, فود ترابينج يتجمع بيها زين, واحنا كنا منعرف من الاكل يتجمع بمنطقه شنو النتيجه النهائيه مالته. زين اجي بعدين اشيك الجوينت اللي يصير ما بين الاكريليك مالت الدنتشر بيز وما بين الميتال فريم ورك. نتذكر احنا كنا مسوين جوينت
external أو internal finishing lines حتى نهاية الأكريليك منطقة اتصال الأكريليك بالمتل تكون smooth joint. يعني لما أمشي إصبعي فوق الأكريليك سيرفس باتجاه المتل ما أحس أكو فد فرق بين الاثنين، فد شيء عالي ناصي ولا فد شيء فلاش، يعني طبقة خفيفة من الأكريليك صاعدة فوق المعدن ومتقشرة من عندها، هماتي أنا ما أريدها، أريد joint 90 درجة بين الأكريليك والمتل اللي تشوفونه بالصورة. هذا هو مكان الاتصال بيناتهم اثنيناتهم، والمفروض بالإصبع أو لسان البيشنت من يحركه ما يحس أكو جوينت بيناتهم. آخر شيء أجي أسوي إنسبكشن للفينيشينج والبولشينج مات الار بي دي. المفروض الدنتشر بمراعي لشروط الفستونينج والكونتور مات الأسنان، المفروض أستاتيكلي يكون حلو، يرغب البيشنت أنه يلبسه. دنتشر ما حلو البيشنت راح يعني يحاول ما يلبسه، راح يتضايق من عنده، راح بالتالي ثقته بالطبيب نفسها راح تقل وتعاونه وياه راح يقل. يعني لازم يكون ناعم، لستر ابيرنس يعني يكون لماعي البولش سيرفس مالته ما بيها اي ديفكت. كملت تأكدت من عنده ما بي ديفكت، اني اجي اخذنه بفد كوب او فد بلاستيك باك، كيس بلاستيك صغير مياه شويه ووتر ديستال ووتر او سائل نفسه السوكينج سوليوشن مالت الدنتشر اخففه بمي واحفظه بي، ما اخليه بدون ووتر هيك موجود او بالهير بالاير اكسبوز لانه راح يصير بي دي هايدريشن. فالافضل انه اني اخليه بالمي مالتي الى ان يجي البيشنت يستلم الدنتشر مالته. هذه الخطوه تعتبر بري كلينيكال. نجي على الخطوه الثانيه اللي هي فيريفاينج الفريم ورك فيتنس. المفروض اني بخطوات سابقه بالستيج اوف تراي ان مسويه تراي ان للميتال فريم ورك بالبيشنت ماوث ومتاكده انه فت وما بي ديفكت ما بي مشكله، مراجعتها للمعمل حتى يخلي لي عليه الاسنان زين. فمع ذلك احيانا انه سويت انا تراي ان وتاكدت فريم ورك مضبوط وقاعد بمكانه باسيف وحلو خوش فريم ورك، رجع لي من المختبر بعد ما ضاف لي عليه الاسنان رجع لي ما دا يقعد بالبيشنت ماوث، اجي ارد اشوف ليش ما دا يقعد، الخلل وين موجود؟ اول شيء اشوف الكلاس اسامبليس، اشوف الكلاسبات اني يمكن معوج صار بي بنت، ممكن صار بي ديستورشن من دخل الفرن مره ثانيه، اشوف بعدين اروح اشوف الاكريليك مالتي زيادة بالأكريك داخلة بالأندر كات أريا قريبة على الأباتمنت ما شايلها أثناء الواكسينج، يعني أكو شمع زايد أثناء الواكسينج ما شايله، بالنهاية راح يصير عندك أكريلك زيادة بالإنتردنتال أريا ما بين الأباتمنات بين الأباتمنت والكلاسب زين. فهاي الأكريلك راح يمنع السيتينج، يمنع الإنسيرشن تام مات الأبلاينس، فهاي الأكريلك أجي أشيله كليته. ممكن تصير عندي أكريليك فلاش اللي هي هاي الطبقة الخفيفة ذكرناها قبل شوية مكان الجوينت بين الأكريليك والمتل، يصير طبقة خفيفة من الأكريليك صاعد فوق المتل يسمونها فلاش أكريليك فلاش، ها كلها لازم أشيلها أني قبل ما ألبس الدنتشر، يعني أكون منتبه عليها بريكلينيكالي وأشيلها قبل ما ألبس الدنتشر للبيشنت. ممكن في الطريقة انه استعمل البروب او الدنتال فلوس ادخله جوا ورا ما لبست البيشنت الدنتشر، ادخله بين الريست سيت بين الريست والريست سيت اشوف يدخل لو لا، المفروض اكفد انتميت كونتاكت ماكو مجال انه يدخل بي الخيط مات الاسنان ولا البروب. اذا السيت لقيتها ما قاعدة مضبوطة بمكانها أحاول أكتشف السبب وين شنو أي جزء من المتل فريم ورك ده يمنع الكمبليت سيتينج مات الأبلاينس. إذا مو فد شي بسيط ممكن أعدله، وإذا صار ديسكريبنسي كلش قوية لا ذاك الوقت لازم ينعاد الشغل ماتي من البداية. أجي على ثالث step evaluation of denture base adaptation. الدنتشر بيز ماتي المفروض تكون قاعدة على الميوكوزا تمام، مو ماكو فتحة ما بين الدنتشر بيز والميوكوزا،
ها هاي لما يكون الفريم ورك قاعد فيت بمكانه. إذا ظل جواها فتحة هي مشاكل الفود أكاميليشن اللي راح تصير عندنا. بنفس الوقت إذا كانت قاعدة على ميوكوزا وضغط عليها راح يصير عندها الويشن ديسكومفورت بين سوفت تشو دامج. ليش دا يضغط الأكريليك؟ ليش دا تضغط هذه الدنتشر بيج على الميوكوزا؟ أقول لك أنت مسويها من أكريليك، والأكريليك بالحرارة يصير بها دايمنشنال تشينجز، فراح ممكن تسوي الإكسسيف بريجر هذه على الميوكوزا. شلون أعرف المكانات اللي ضغط على الميوكوزا؟ أنا خما راح أجيب الدنتشر وبالبيرمات وأربتراري أقعد أقص، لا والله البيشنت قال لي هذا الدنتشر بيج تأذيني، لا أنا أستعمل البي اي بي اللي هو بريشر انديكيتنج بيست حتى يطلع لي المكانات فت اللي هي ليف. استعمل الفرشه كورس براش وذ تكون شعيراتها قصيره وقويه ستيف، اطلي بيها اسوي انتاجليو سيرفيس اطلي بالبي اي بي بحيث الشعيرات مالت الفرشه ترسم لي خطوط على انتاجليو سيرفيس. طبعا هو المين انجريدينت مالت البي اي بي هو زينك اوكسايد باودر، ويخلون وياه فد قطرات من ستيبل فات، وبعدها مين يخلون فد اضافات ثانيه حتى يحسن الفليفر مالته، يحسن الكونسستنسي مالت البيز. عموما هو الاهم شيء او اساسا متكون من اوكسايد باودر. زين فقلنا احنا البي اي بي انا سويت له طلاء بواسطه فرشه، يعني الخطوط مالت الفرشه على الدنتشر بيز مالتي، فلبست للبيشنت المنطقه اللي بيها بريشر اريا راح تنمسح هذه الخطوط من عندها، فاشيل الدنتشر بيز، اشيل اسوي ريليف راسا بالاكريليك بير واللو سبيد هاند بيس، اسوي ريليف شويه الاكريليك بهاي المنطقه، ارجع امسح الدنتشر بيز كليتها واخلي طبقه جديده من البي اي بي وارجعها للبيشنت ماوث، واستمر بهاي الى ان اتاكد انه ما ظل عندي اي بريشر اير. هاي عندي هو البريشر انديكيتنج بيست، هاي الفرشه اللي استعملها، الشعيرات اللي بها قلنا تكون قصيره وقويه. نطلي طبقه خفيفه، شوفوا هاي اثر سترايكس يسمونها، خطوط مالت الشعيرات على الدنتشر بيز. المنطقة اللي هي بريشر اريا اللون الوردي مال الدنتشر بيز راح يكون واضح عندي، فاتاكد انه شوفوا هاي بريشر اريا معناتها اللون وردي معناتها اكو بريشر اريا، اشيلها بالاكريليك بير بعدين اخلي طبقة مثل ما شرحنا الطريقة شلون استعملها انا. اكثر المناطق اللي انه معرضة يصير بها بريشر ارياز بالنسبة للماندبل لينجوال سلوب مالت المانديبولار ريدج بالبريمولر اريا والمايلوهايويد ريدج، البوردر اكستنشن بالريترومايلوهايويد سبيس، والديستوبكال بوردر مالت الاسندينج ريموس. بالنسبه للمجزلة اكثر مناطق ممكن معرضه انه يصير بها بريشر اريا الانسايد اوف ذا بكال فلانج على التيوبروسيتي، والبوردر اوف دنتشر بالميلر بروسس، البوينت اوف تيرجو ماكسيلاري نوتش همينة ممكن يصير عندي impingement للتشو بهاي المنطقة بالهاميلار نوتش أو الهاميلار ريفي. وأيضا ما ننسى أنه ممكن تطلع عندي speculules هذه الشعافير اللي ذكرناها قبل شوية بالدنتشر بيل وتأذي لي البيشنت. هذه الصورة أكريليك بير نشيل دي يشيل بي دي يشوفني الفينيشينج مالت الدنتشر، وإذا أكو فد بريشر أريا أقدر أشيلها أني وارتبها حتى ما اسوي ديسكومفورت والبين وهاي المشاكل عند البيشنت. اجي على ستيب 4 اسسمنت اوف دنتشر بيز بريفرال اكستنشن، امتداد الدنتشر بيز بالفيستيبيول، والاكستنشن مال الدنتشر له دور مهم بالريتينشن والستابيليتي والكومفورت مال البيشنت. اذا كان اوفر اكستنشن البروسيسز مالتك راح تصير بهم راح تسوي لك مشاكل هوايه. من ضمن هذه المشاكل عندك المصل والفرينال مات البيشنت راح يضغطها الدنتشر لانه ممتد عليها اطول من اللازم فراح يضغطها. هذه المصلز وهذه الفولد تشو فولد مات الفرينال لها تندنسي انه ريلابس ترجع شكلها او ريكويل ترجع شكلها الاصلي، فمن تريد ترجع شكلها الاصلي تدفع الدنتشر بيز مالتك.
وإذا أنت مسويها over extension من اللي راح يتضرر بهاي الحالة؟ راح يتضرر أول شيء راح يتضرر الأباتمنت الماتك اللي عليه الريتنتيف كومبوننت. الفورس راح تنقل كلها للريتنتيف أرم للمات الكلاسب، لأنه حسب قوانين الفيزياء ذراع القوة راح تزيد، فالقوة نفسها على الأباتمنت راح تزيد وياها، يعني التوث راح يتحمل قوة أكثر من طاقته. بعدين أصلاً الأوفر إكستنشن بالمنطقة على سوفت تشو يسوي ألسريشن بين سوالينج بالبستبيول. إذا ظل فترة طويلة ما معدلين البيشنت أوفر إكستنشن ويظل يلبس البيشنت بدون تعديل، راح يصير عنده دنتشر هايبر بليجيا. المنطقة هذا التشو مثل الريدودنت يسمونه، مثل محمر وكأنما صاير بي فد احمر فد انسلاخ بهاي المنطقة نتيجة كرونيك إريتيشن للأوفر إكستنشن هذا الدنتشر. ولما يكون أوفر إكستنشن راح يكون ضاغط على المصل. المصل لما تريد تشتغل تتحرك أثناء الفانكشن أثناء ماستيكيشن وسبيتش راح يكون هذا الدنتشر انترفير وياها، يتعارض مع حركتها. إضافة إلى أنه من يكون عندي spaces آني under cut to high denture base تدخل بيها، هاي راح تتعارض مع ال complete setting مات ال RPD. عكس ال over extension، إذا under extension مات ال denture base راح يصير عندي أول شغلة أنه أنت القانون مالتنا يقول لك وزع ال denture base، خليها تغطي لك مساحة سطحية كبيرة حتى تقلل الفورس اللي تنقل على الرج وتقلل لك البون ريزوبشن. أصغرها دنتشر بيز أقصى من اللازم under extension in adequate distribution للماستيكاتري فورس. وين المفروض ideally دنتشر بيز تنتهي؟ إيش قد لازم أغطي؟ أقول لك لازم باللور دنتشر أنت تغطي الريترومولار بات كليتها والبكال شيلف كلها لحد الاكسترنال أوبليك لاين حتى تأخذ الماكسيموم سبورت للبروسيسز ماتك. بلس أنه إذا أنت مسويها under extension راح أظل عندك فتحة الفود من خلالها يتجمع تحت ال RPD مالتك. الستابوليتي راح تقل أو لو تتأثر، لو تتأثر نعم الستابوليتي راح تكون unsatisfactory بالنسبة للدنشر، يعني ماكو فد ممانعة قوية للدنشر للهوريزونتال فورس، أكو احتمالية كبيرة أنه يتحرك الدنشر ويا هذه الفورس. زين شلون أنا أسوي evaluation extension؟ أعرف الإكستنشن مالتي مضبوط أو under أو حتى over. أول شي لازم أعرف أنه الأكريليك بيز لا بي should be fully extended أو maximum extension بال على all soft tissue وبالflanges لل full depth of the vestibule، لكن within the physiological limit ما أخليها over extension حتى أحصل maximum support و stability للدنشر ماتي. كل ما كانت الفلانجز مات الدنشر أعلى أطول كل ما تعطيني stability أحسن، يعني هاي قاعدة قاعدة ثابتة هذه. لكن أنا أريد هذا extension ويا physiological limit ما أريدها أطول من اللازم، فأجي visual و digital evaluation للفلانجز. الطريقة انه البس البيشنت الدنشر مالته واجي الزم خده وتشي المسلز كليتها، ادخل الثمب بالبيشنت ماوث والاندكس فينجر على خده بحيث يعني انا لازم اخده بايدي من الداخل والخارج، ابدي احرك خد البيشنت وباوع الدنشر مالتي اشوف من احركه ميديالي فورورد يعني ارفعه وانزله لي جوا، المفروض المسلز تتحرك بحرية، المفروض وجود الدنشر ما يقيد حركة الدنشر حركة السوفت تشو. اذا شفت انه هذه المسلز الحركة مالتها مقيدة مو فريلي موفمنت معناتها هذه فد عندي اوفر اكستنشن للدنشر مالتي، لازم اعدله بهاي المناطق. بالنسبة لللينجوال فلانج شلون اعرفها اني هذا اوفر اكستنشن او لا؟ لينجوال وديستولينجوال فلانج هذه الطريقه مالتها انه اخلي البيشنت يحرك لسانه فراح يحرك لي ويا الفلور اوف ذا ماوث. اذا كانت الدنتشر بيز اوفر اكستندد بهاي المنطقه راح يتحرك الدنتشر يطلع من مكانه ما يظل ثابت. شلون اجيب اصبعي الاندكس ماتي اخليه يلامس الكلوزال سيرفيس مالت الاسنان
مال جهة معينة، ساي مثلا أنا خليته على جهة اليمين، أقول للبيشنت أقول له حرك لسانك باتجاه اليسار. إذا حرك لسانه باتجاه اليسار وحسيت أنه الدنتشر بيزن رفعت ولامست إصبعي بجهة اليمين، معناتها أنا عندي أوفر إكستنشن للدنتشر بيز، للدنتشر بيز فلانج بهاي المنطقة. أرجع النوبة أشيك المنطقة الثانية، أخليه على جهة اليسار، إصبعي ملامس بسيط يادوب يلامس الأكروزال سيرفيس مات الأسنان جهة اليمين. أقول للبيشنت حرك لسانك لليسار، إذا لمن حرك لسانه لليسار أو للجهة المعاكسة أي جهة حسيت أنه الدنتشر بيزن رفعت ولامست إصبعي، معناتها هذه الجهة أوفر إكستنشن وتحتاج أسوي لها كوركشن. زين يعني عرفت هاي الجهة بها أوفر إكستنشن، ما يصير أجيب البير ماتي وأجيب أكريليك بير وأربيترالي أقعد أقص بحجة أنه هاي المنطقة بها أوفر إكستنشن، لا لازم أميز المكان اللي هو أوفر إكستندد وأقصه. شلون أميزه؟ أستعمل ديسكلوزينج واكس. الديسكلوزينج واكس ممكن يكون الفلوابلتي قليلة ماتة حتى أحسن البروبرتيز، أحصل فلوابلتي حلوة، ممكن أضيف له شوية بتروليوم جل اللي هو الفازلين وأطلي أخلي الديسكلوزينج واكس على البوردرز مات الدنتشر. شكل المنطقة اللي هي أوفر إكستنشن راح تكون الديسكلوزينج واكس يصير بيها فلات أو أصلا تنقشط يطلع لك الأكريليك من عندها. عرفت إنه هاي أوفر إكستندد وأجي أشيلها بالبير ماتي. أكثر شيء هذا التيست ماتي يكون فعال بالديستوبكال بوردر مات المانديبولار آر بي دي، لأنه الماسيتر مصل تتحرك هنا. أغلب المنطقة غالبا الأوفر إكستنشن بالمجزلري دنتشر ألاقيها الديستوبكال فلانج وخلال وتستمر على التيرجو مجزلري نوتش، هذه أكثر مناطق معرضة يصير بها أوفر إكستنشن. زين شيكت هاي اللينجوالي وعرفت شلون زيد الاوفر اكستنشن اقل اللي بيها، اروح للانتيرير فلانج مات الدنتشر. الديزاين ماتي مات الدنتشر بالانتيرير اريا، احنا قلنا لازم فد نسوي لها فد يعني فد كونتورينج حسب الاستيك ريكويرمنت مات البيشنت. اوفر كونتورينج او اوفر اكستنشن راح ياثر على الاستيك مالت البي دنتشر، يعني استيتيكلي ان اكسبتابل يصير. فاول شغله اجي اخلي البي اي بي بريشر انديكيتنج بيست ولبسه بمكانه البيشنت حتى اشوف المناطق الانترفيرنس او مناطق البريشر ارياز، راح تحدد لي اذا دنتشر ما قاعد من مكانه ما قاعد مضبوط بمكانه، من اوخره اشوف مكان البي اي بي مخشوط بهاي المنطقة أو رايح الأكريليك إكسبوزد، أعرف إنه هذه أكفد إنترفيرنس دا يصير الفيرست بوينت أوف كونتاكت بهاي المنطقة قبل ويمنع لي الكمبليت سيتينج مال الدنتشر، وأحاول أعدل هذا المكان. شلون أسوي الكوركشن مالتي؟ أبدي أقص من الفيرتيكال هايت من الارتفاع مالت الفلانج لحد المنطقة اللي هي دا تصير البوينت أوف كونتاكت بوينت أوف إنترفيرنس. بعدين أنظف الانتاجليو سيرفس، أشيل بقايا البي آي بي، أشيل بقايا الباودر اللي من حك الأكريليك من جريندينج الأكريليك كلها أشيلها، أخلي طبقة بي آي بي جديدة ولبس الدنتشر للبيشنت اللي أنا حاسه كومبليت سيتد، الأبلاينس كومبليت سيتد بالبيشنت ماوث with comfort، يعني البيشنت لابسها ومرتاح بيها ما مسويت له أي ألم. بعدين أوصل إلى مرحلة إنه أسوي adjustment للأكلوزم surfaces أو الأكلوجن مات الأسنان. العلاقة اللي أريدها أنا بين الأسنان هي bilateral simultaneous contact with بالمقدمة intercuspation. المفروض أنا بمرحلة try in أكون مشيكة الجو relation مات البيشنت، مجزلة mandibular relation مشيكتها كلها. فإذا كان شغلي صحيح أثناء الريماونتينج أثناء البروسيسينج مات الدنتشر تطلع، بعدين الدنتشر يطلع ماكو انترفيرنس او فد 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 مينيمال انترفيرنس فد فد انترفيرنس قليل كلش، اصحح انا راسا اول ما يطلع قبل ما اسوي فينيشنج للدنتشر اصحح الاخطاء اللي او هاي الانترفيرنس اللي موجوده بي.
يسوونها هم باللابراتوري ريموت، يعني من يطلع الدنتشر ماتك من الفلاسك من البروسيسنج قبل ما تشيله قبل ما تفصله عن الماستر كاست تسوي له ريموت على الارتكليتر، فذلك سموها لابراتوري ريموت. وبواسطة الارتكليتنج بيبر يشيكون يطبقون الكاستات واحد عن الثاني، يشوفون اكو نقطة البريماتور كونتاكت او وين ده تصير عندي ويعدلونها، هذه الديفكت كلته يعدلونه يضبطونه قبل بعدين يفنشونه يودونه للدنتست حتى ينطي انسيرشن للبيشنت. في حالة المفروض الدنتيشن او سوري التكنيشن لما يسوي هذه اللابراتوري ريموت ويلقى اكو فد هوايه ديفكت صاير، العلاقه مال ماكسيلو مانديبلر ريليشن شيب كلها خربانه، البوينتس اوف كونتاكت هوايه، المفروض بهاي الحاله لا نسوي سنترك جديد ويعيد ارنجمنت اوف تيث على هذا السنترك الجديد. هذا الحكي كليته اوتسايد ذا بيشنت ماوث، اصلا البيشنت ما موجود بعد بالمعمل بالمختبر لما نطلع من البروسيسنج، لما نكمل البروسيسنج والطبخ مالته. اكو عندي ريماونت ثاني يسمونه كلينيكال ريماونت، هذا همينه مهم، هذا انا اسويه بالعياده عندي حتى يعني مهم كلش انه فد يسوي دايركت اوبزرفيشن للدنتشر مالتي. وهاي اللي تشوفونها بالصوره ارتكليتنج بيبر سو عليها اثناء الارتكليشن على الارتكليتر، وطلعت عندي المناطق اللي هي بريشر اريا والتعديل مالتي شلون من اي كاسب اخذ، ارجع للقاعده مالتي مالت سيلكتيف جرايندينج اللي هي البول رول، اخذ من البكل مالت الابر واللينجوال كاسب مالت اللور، يعني اخذ من النون فانكشنال كاسب. طريقة اللابراتوري ريموت، فاحنا يعني الابلاينس او الار بي دي من الطلعة من ورم البروسيسنج من تفصل عن الماستر كاست راح ينكسر، غالبا ينكسر عندك الماستر كاست. فاحنا البيشنت قاعدة ناخذ له طبعة بالالجينيت ونصب الكاستات ماتي و يعني نلبسه الدنتشر بالبيشنت ماوث، نلبسه الدنتشر بحلقة وناخذ لفوقها الطبعة يسمونها بيك اب امبريشن. فمن من طلع الامبريشن انت من البيشنت ماوث راح تشوفها مثل هاي، اذا تشوفها بالصورة هناية الدنتشر موجود داخل الطبعة مالت الالجينيت. في حالة انه ما طلع عندك الدنتشر بقى بالبيشنت ماوث، انت تشيله بايدك وتقعده بمكانه بالدنتشر بالطبعة اللي اخذتها اله وهو لابس الدنتشر. زين اخذها اصب الستون بي واخذ الكاستات اسوي لها ماونتينج على الارتكليتر، طبعا الابر كاست اسوي لها ماونتينج بالفيسبو وانقل الريليشن على الارتكليتر حتى ما اظل حاطه الدنتشر بحلق البيشنت واسوي سيلكتيف جرايندينج واعدل، لانه السيلكتيف جرايندينج بحق البيشنت مو فتشي مضبوط لانه دنتشر قاعد على ميوكوزا اللي هي ريزيلينس اللي بها حركه يتحرك اثناء العظه، بينما الارتكليتر ماتي ستون هارد، ف يعني اضمن انه العظه ثابته اول اراوند ما راح يتغير عندي، ما راح يضغط منطقه اكثر من منطقه ثانيه. طبعا ما انسى ورا ما اكمل سيلكتيف جرايندينج اجي انتبه على الكاسبات، اخاف اكون خربتها اني اثناء الجرايندينج، اعدل شكل الكاسبات ارتبها، استعمل الفاين بير ولو سبيد هاند بيس. اكفد كرايتيريا معينه اقدر اعتمد عليها اني لما اسوي ادجستمنت للاوكلوجن، يقول لك افضل شيء يعتمد انت اعتبر واحد من الفكين هو الانتاكت هو السليم وعلى اساسه عدل الفك الثاني، يجي هو الفك اللي يبقى قصدي يبقى يا هو الفك اللي راح اعتبره اني السليم وعلى اساسه عدل الثاني، هسه نعرف شلون نختاره. اذا كان عندك انت لابس دنتشرين الابر او لور، واحد من عندهم توث سبورتد والثاني تشو سبورتد، فانت تروح على ابو توث سبورتد تعتبره هذا الانتاكت ارتش، زين
وتسوي adjustment للarch الثاني للdenture الثاني اللي هو tissue supported على أساسه. إذا كانوا اثنيناتهم الأبر واللور tooth borne أو tooth supported، أروح ألفك اللي بيعك أكثر عدد أسنان natural باقية، أعتبره هو الانتاكت، أسوي adjustment عليه أو first أرتبه هو الأول، وبعدين أعتبره الانتاكت arch أسوي correction للarch الثاني على أساسه. زين، إذا اثنيناتهم tissue supported بهاي الحالة دائما أعتمد إن المجزلة هو الانتاكت arch، والتعديلات مالتي تكون على الماندبل لأنه الماندبل هو الفك المتحرك. حتى وإن كانت عدد الأسنان المفقودة بالمجزلة أكثر من الماندبل، هماتي أنا أعتبر الماندبل هو المجزلة هو الانتاكت، والماندبل يصير به التعديلات على أساسه. الخطوة السادسة الأجسمنت مرتين تفك لاسب آر. أنا عندي نوعاً من البلايرز اللي أستعملها بالأجسمنت مات الريتنتف تيب، عندي نوع نمبر 139 أو يسمونه البيرد بيك، وعندي نمبر يسمونه 3 برونج. في حالة أنه استعملت أنت 139 بلاير اللي هو هذا أبو الراسين، ألزم الريتنتف آرم. شوف ألزمت أنا بالبلاير مات بإيدي اليمين، وبإيدي اليسار أبدي أفر أو أسوي بيند للأبلاينس كليته، للبارشيال دنشر كليته. فبهاي الحالة راح أحصل أنه انحناء كيرف بسيط للريتنتف آرم. بالنسبة إذا استعملت 200 بلاير، هذه أخلي البلاير ريتنتف آرم ما بين الرؤوس الثلاثة، مجرد أنه أضغط على البلاير بإيدي راح يصير عندي جنتل كيرف للريتنتف آرم مات الأبلاينس. زين، سويت له أكتيفيشن، سويت له بيندينج وتأكدت أنه هذا البيندينج مضبوط وتمام. تبقى آخر ستيب عندي اللي هي أنطي إنستركشن للبيشنت ماتي أباوت الأورال هايجين، أباوت شون راح يستعمل الدنشر ماتي. لازم أفهمه للبيشنت أنه نجاح البارشال اللي أنا سويت له إياه يعتمد على مدى اهتمامه ومدى حرصه على الهوم كير والستيبس اللي طبقها، وراح أقول له أنه أنت كل ما اهتميت أكثر كل ما راح تحافظ على أسنانك الناتشرال والبون أكثر، وتحافظ على الأبلاينس مالتك أصلا أكثر. يعني صحيح أنا سابقا بالفيزيتات القديمة يعني كل هذا الكلام قالت لي هي وعايدة لي هي، وشون الهوم كير مالتك وشون تيث برشينج وشون تيث الدنتال فلوس يستعمله، لكن لا هم أرجع أكرر كلامي وألح على هذا الموضوع. وزين، أكو شغلة ثانية لازم المريض يتقبلها، أنه أنت مو أخذت الدنتال مالتك ورحت، لا، لازم تكون عندك بريودك دنتال إيفاليويشن، بريودك فيزيت إليه، تجيني حتى أسوي أسسمنت للدنتال مالتك، والأورال تشوز همين أسوي لها أسسمنت. الفترة ما بين زيارة وزيارة هذه حسب حالة البيشنت، حسب نوع الأبلاينس اللي انت مسوي لها، لكن عادة المفروض ما تتجاوز السنة. أكو عندي فد حبوب فد مجر كلش حلو أو سهل كلش على البيشنت يسوي، عندي حبوب هي بلاك ديستكلوزينج تابلت، هذه لمن يأكلها البيشنت لما نسويها تشيوينج راح تلون لك البلاك الموجود على الدنشر. فطبعا هو اول مره انسيرتد، اول انسيرشن اليه دنشر بعده نظيف، بعده استوى مكمله المختبر، ما خلينا بالبيشنت ماث، ما صار ببكتيريال جروث ولا بلاك اكوميليشن، فما راح يطلع عندي اي، ما راح يبين عندي شيء. لكن اذا هو اللي راح استفاد من عنده انه علم البيشنت طريقه ما تستعماله، حتى بعدين بالبيت يصير الاستعمال ما تسهل عنده. يسوي لها تشيوينج راح يلون، يحدد لك المناطق اللي ممكن يتجمع بها البلاك. زين، فيجي البيشنت يشوف نفسه، يشوف نفسه يعني ورا فتره استعمال، ورا فتره من استعمال بارشال دنتشر، ياخذ هذه البلاك انديكيتر تابلت، راح يشوف نفسه هو الطريقة التنظيفة للدنشر مالته صحيحة أو لا، واهتمامه بالدنشر كافي أو لا، من خلال قياس البلاج اللي راح يصير أكاميوليتد على السيرفس مالته. لازم نعلم المريض طبعا الطريقة صحيحة للتفريج مالت الدنشر، شلون ينظف الدنشر.
والتنظيف مالتك لازم يكون دوريا بشكل يومي، مو يجمعها يقول لك انا مره بالاسبوع انظفها، لا هذا ما يصير، لازم دوريا يوميا تنظيف يومي للدنشار مالته حتى ما يصير اكوميليشن للدبريز عليه. يستعمل فرشه مو نفسها فرشه الاسنان ومعجون الاسنان نفسه، لانه هذا معجون الاسنان العادي بابريزف بارتكلز ممكن يخرب الدنشار مالتي، واكو بيست خاص لتنظيف الدنشر. اكو المنظفات المنزليه مثلا يجيك البيشنت منقع بقاصر او ينظف بالزاهي او شيء، او اكو المطهرات الباودر اللي احنا نرشها على الاسطح ونلمع بيها، هذه كلها ما يصير يستعملها ويا الدنشر. يستعمل لانه كها دامجينج افكت على الاكريليك، يستعمل المنظفات اللي هي الدنشر نفسه. زين المريض لازم تخليها بباله، انت احنا نقول له حافظ على اسنانك الناتشرال فرجها، بس مو تفرج اسنانك وانت لابس الدنشر، لا تنزع الدنشر من فمك تطلعه وتسوي تيث برشينج بالفرشه مالتك العاديه بمعجون الاسنان مالتك العادي، بعدين تلبس البروسيس، بعدين تنظف البروسيس وحدها، يلزمها بيده وينظفها ويرجع يلبسها، ومثل ما اتفقنا الفرشة خاصة مو بنفس الفرشة. والأفضل نوجهه أنه من يغسل الدنشر مالته بالمغسلة خلي فطاسة بها مي، حتى إن كيس وقع فلت من عندك الدنشر للمغسلة ما ينكسر، لأنه راح يوقع بالطاسة مالت المي. أفضل مواد المعقمة للدنشرز الدنشر كلينزر هي ميكستشر ما بين الكلوركس والكالوجين والووتر، لكن اذا انت مسويه بارشل من كروم كوبالت وخليته بمحلول يحتوي على الكلورين راح يخرب لك المتال. الشغلة ثانية مهمة ولازم أأكد عليها أني أنه البيشنت لا تلبس الدنشر مالتك بالليل، شيله خليه بجلاس ماي بأي سوليوشن بديلوتد سوليوشن سوكينج سوليوشن قبل ما تنام، نيفر انه تنام وانت لابس الدنشر مالتك، انطي مجال للتشوز انه تاخذ راحتها تري ريست، انطي مجال للتشو ريست، خلي المسلز والاسنان ترتاح. واشرح له انه طالما انت لابس الدنشر بفمك انت راح تمنع الناتشرال ميكانيزم مال السلايفا انه تسوي واشينج افكت للأكل، إنه توخر بقايا الدبريز عن السوفت عن الفيشيال سيرفيسز السموث سيرفيسز من الأسنان، احتمالية إنه يصير ديكالسيفيكيشن بأسنانك أكثر بسبب إنه الأكاميليشن مات الدبريز هذه، فأزع الدنشر انطي مجال للسلايفة خلي تشتغل. وحدة اللي أقول للبيشنت أوكي ابقى لابس الدنشر ماتك بالليل، أنت إذا كان عنده عدد أسنان باقيات ناتشرال تيث قليل وهو عنده مشكلة بروكزيزم، يعني أكو احتمال أنه بسبب البروكزيزم نفقد هذه الأسنان الناتشرال اللي باقية، فبهاي الحالة أخليه ينام هو لابس الناتشرال الدنشر مالته حتى البروكزيزم الكلينشينج العضة تصير على الناتشرال الارتفيشيال تيث حتى أحمي الناتشرال تيث، لكن بالمقابل يعني هاي هو نايم ما يسيطر على نفسه يسوي بروكزيزم، لكنه هو صاحي هو يقدر يسيطر على نفسه وما يسوي هاي الحركة، فمقابل انه راح يظل لابسه بالليل يحدد لنفسه اوقات بالنهار ينزع الابلاينس ما يظل لابسها بيها حتى ينطي مجال للتشوريست. ونشرح للبيشنت ايضا اهمية انه الابلاينس من يطلعها من فمه يحفظها بووتر حتى ما يصير بها ديهايدريشن ما يصير دامج على الأكريليك. زين الشغلة مهمة هم يعني لازم أعلم البيشنت عليها هو شلون يلبس وينزع الدنشر مالته، بليسمنت وانسيرشن أو ريموفال للأبلاينس. طبعا هذا كله يعتمد على مدى براعة البيشنت، الديكستيريتي مالت البيشنت، المصل كوردينيشن سيطرت على عضلاته، حدة البصر مالته ويقدر يشوف، وفيزيكال كونديشن مالت البيشنت. وخلي ببالك الديزاين اللي انت راح تسويه يأثر على الانسيرشن والريموفال مالت الابلاينس، كل ما زادت عدد الريتينر ريتينتف ارم ودايركت ريتينرات واندايركت ريتينر كل ما كانت لبسته للبيشنت بصعوبة اكثر. من هو الانسيرشن مالت الدنشر
المشاكل البي أو يكون أسهل من الريموفل بالنسبة للمريض. أجيب البيشنت مالتي أوقفه قدامه مراية على الحائط ولبس الدنشر قدامه حتى يعرف شلون يلبس الدنشر. طبعا هو الطريقة الصحيحة أنه أخلي الأبلاينس بمكانها على الأبوتمنت بعدين أسلط عليها جنتل بريشر تقعد توتالي سيتد بمكانها. نقول له انتبه وانت تلبسه ما تحصر اللبس ما بين الدنشر والسوفت تشو، ما تحصر التشيك مالتك وياها، ما تحصر لسانك، انتبه وانت تلبسه. والقوة كمية القوة اللي لازم يسلطها على الابلاينس حتى تقعد بمكانها فد قوة بسيطة. وإذا نقول للبيشنت إذا أجيت ضغطت عليه بقوة وما قاعد بمكانه معناها أنت ملابسه أصلاً بصورة صحيحة. عدل قعدته على التوث لبسته الصحيحة بعدين يلا اضغط عليه حتى يقعد توتالي سيتد بمكانه. وطبعاً أكو حركة يسوونها البيشنت إنه يخلي الأبلاينس على أسنانه ويعب عليها حتى تقعد توتالي سيتد بمكانها. فلازم نقول له هذه الحركة خطأ ولا تسويها، خصوصا إذا كان الباث أوف إنسيرشن مو عمودي على الأكلوزال بلين، لأنه هاي راح تكسر لك الكلاسبات رأسا، الريتنتيف آرم، وتأثر على الـ يعني تخرب الديزاين، تأثر على الناتشرال تيث وحتى على السوفت تيشو ممكن تأثر. بعد ما أكون شفت البيشنت تعلم شلون يلبس الأبلاينس وكل شيء صار واضح عنده، نوب أجي أعلمه شلون ينزع الأبلاينس مالته. الطريقة الصحيحة إنه الريموفال للأبلاينس من البيشنت ماث، نقول له بأصابعك بالثمب نيل أو الفنجر نيل تخليها جوا الريتنتيف كلاسب آرم، جو يعني أبيكالي للفيشيال كلاسب آرم، وترفعه أو تدفعه باتجاه الأكلوزال سيرفيس فراح ينزع من مكانه. هذا صحيح، هذا الطريقة أسويها لما أنا مستعملة السيركمفرنشال كلاسب. أما إذا أنت مستعمل الروت واير ويجي البيشنت يخلي ظفره أو صبعه جوا الروت واير ويدفعه باتجاه الكلوزال سيرفيس فراح يسوي ديفورميشن، راح يعني يخرب الكلاسب. فهذا أبو الروت واير لا، الريموفال مات الأبلاينس عن طريق الأكريليك دنتشر بيز، يخلي أصابعه تحتها أبيكالي لها ويرفعها باتجاه الكروزر سيرفيس راح يطلع تطلع الابلاينس من مكانها. في حالة انه انت مستعمل كلاسب انفرابلج او اللي هو البار، اذا اجل البيشنت حط اظافيره جوا الابروتشينج ارم وحاول انه يدفع الابلاينس باتجاه الكروزر سيرفيس، بهاي الحالة راح شي يسوي، راح تندفع الريتنتيف تيب مات البار بالضبط بالاندر كات اريا، يعني راح يزيد الريتنشن مات الابلاينس. فها طريقة خاطئة لانه ينزع. الطريقة الصحيحة انه اضفره يخليه جوا النون ريتنتيف بورشن مات التي كلاسب ويدفعه اكلوزالي، فالريتنتيف بورشن راح ينزل ديس انجيج الاندر كات اريا ويطلع بسهولة من البيشنت ماوث.